السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل لو أنا المفروض في opening بين area و area، بين room و room، وما فيش باب، بس يعني زي ما تقولي بين غرفة وصالة وما فيش باب، بس لازم يكون في finish. طيب خلينا نشوفها مع بعض. لو أنا عندي مثلا غرفتين، خلينا نرسم غرفتين architecture wall اهوت، تمام، وخلينا نرسم حائط بين ده وده بالشكل دوت، تمام. خلينا نرسم في التوب عشان تبقى دقيقة شوية، اهيت من هنا لهنا، تمام. فانا عندي هنا المفروض يبقى فيه اوبننج. الاوبننج دي ممكن تعمل بأكثر من طريقة، ممكن تقول ادي بروفايل وتعدل فيه البروفايل زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. رسالة الخطأ دي لان في حتة هنا متكررة، وبعد كده ممكن تقول له اقطع من هنا وتقول له ترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، دي طريقة، تمام. طيب ولاحظ ان الفينش اتلغى. الطريقة التانية ان انا هاجي في الاركتكتشر واقول له اوبننج وول، واحدد الول وابدأ اعمل الاوبننج التحتي عادي، تمام، بالشكل دوت، تمام. وبرضو الفتحة اتلغت او الدهان اتلغى، تمام. طيب في طريقة تانية ان انا هحط باب عادي اهوت، تمام، وبعد كده هدخل في الخصائص في الفاميلي ديت وهلغي الجزء دوت، ويبقى الفريم اللي موجود دوت لود اهو، يبقى الباب مفتوح. وفي ابواب كتيرة بتنزل جاهزة كده عبارة عن فريمينج. طيب لو انا عايز احط الماتيريال هنا للباب دوت، تمام. طيب ممكن تعمل ايه؟ ممكن بكل بساطة تروح لأرتكتكشر وتقول له موديل ان بليس وول، اوكي، وبعد كده هقول له سويب، واروح مختار ان انا عايز ارسم على البلان دوت اهوت، وابدا ارسم الخط بتاعي بالشكل دوت اهو. ممكن اقول له بيج اهوت، اوكي، وبعد كده هقول له ادي البروفايل، وتبدا ترسم البروفايل بتاعك مثلا بالشكل دوت من النقطة دي لحد حدود الباب اهوت اهوت، هيعمل ايه؟ هياخدها ويمشي على المصور بتاعك اللي هو انت محدده، فهتلاقي الفينش اهوت. تقدر تختارها كده وتختار الماتيريال وتبدأ تحط الماتيريال اللي انت عايزها، يعني ممكن تيجي هنا وتدوس كده وتختار الماتيريال ديت وتقول له اوكي، فيبقى انت فعلا عملت الحيطة وعملت لها الماتيريال بتاعتها، او تقدر تختار الرسوب دوت. كل الاساليب تقدر تعمل بالظبط شغل شوب درونج اللي انت عايزه.